النهاردة أحلى الكلام في الصدقات، في الصدقات، لأن في ناس كتير جدا بتغلط في الصدقات، إما بيبخل وإما يديها لمن لا يستحق، لمن لا يستحق فعلا. هل أنت بتحس بالسعادة في العطاء ولا في الأخذ؟ أما تاخد تبقى سعيد ولا لما تدي تبقى سعيد؟ ده فرق بين اتنين كبار جدا جدا جدا، الفرق بين واحد يعني ما شاء الله قريب من الله واحد بعيد من الله. مين القريب من الله؟ اللي يحس بالسعادة في انه بيدي. بدي محاضرة وملهاش مقابل، سعيد وانا بدخل محاضرة اديها، يا سلام. بشرط ما تكونش منظرة ولا استعراض ولا معلومات، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. عشان كده في آية انا بقف عندها برضو، اعمال عقل، اعمال عقل تام. آية بقف عندها، ان الواحد في الصدقات سرا وعلانية. وقفت عندها قلت ربنا بيكلم واحد ولا بيكلم اتنين؟ سرا وعلانية، يعني بيكلمنا انا، يبقى اوبشن، اوبشن اختياري، عايز اطلع علني، عايز سر عادي. انا اعتقادي والله اعلم، والله اعلم انه بيكلم اتنين، الفقير يطلع الصدقات علانية عشان الغني يكسف، والغني يطلعها سرا عشان ما تبقاش منظرة. الغني اما يطلع فلوس يطلعها في السر، لان قد تقال ان هو بيتباهى، وده خطر جدا جدا في ديننا، خطر جدا. لكن الفقير لو طلع الفلوس، الغني يكسف، يكسف يقول ايه ده الراجل ده مش لاقي ياكل وبيطلع صدقات وانا ما طلعش. فسرا وعلانية اعتقد والله اعلم ان ربي يكلم اتنين، مش اختياري، مش بيخيرني تحب سرا وعلانية، لا ده بيكلم اتنين.